عرفنا الفيسرال ليمفو سنتر اللي موجودة، خدنا سيلياك كرينيال ميزنتريك كودال ميزنتريك مع البرايت. اخر جزء في الليمفاتيك بقى خد بالك، هنقول لارج ليمف ترانك اند داكتس. الداكتس اللي هي في الجسم اللي مفروض نعرف اول واحد اللي احنا بنسميه هنا هو ايه؟ تراكيال ترانك. ايه بقى التراكيال ترانك؟ التراكيال ترانك ده ليمفاتيك ترانك، بيتكون، انا عايز اعرف في حاجه، يتكون ازاي؟ يمشي ازاي؟ يصب فين؟ فيبقى التراكيال ترانك فورمد باي ذا افرنتس اوف لاترال ريترو فارينجيال ليمف نود. يبقى الافرنت بتاع اللاترال ريترو، انت لو انت فاكر قلنا اللاترال ريترو فارينجيال ليمف نود دي الماستر ليمف نود اللي في الهيد، يعني بتاخد من الهيد كلها. الليمف نود دي قلنا لك ان هي كبيره ولارج، الافرنت بتاعتها بيطلع 3 ل 6 افرنت يتحدوا مع بعض يعملوا ترانك، والترانك بنسميه تراكيال ترانك. يبقى از فورمد باي ذا افرنتس اوف لاترال ريترو فارينجيال ليمف نود. ادي اتكون من دول، مش ازاي؟ اون ذا لاترال سيرفيس اوف تراكيا، مش على اللاترال سيرفيس بتاع التراكيا، طبعا في واحد شمال واحد يمين. فتح فين؟ اوبن انتو كومن جوجولار فين. اذا كان على الليفت يبقى هيفتح على الليفت كومن جوجولار فين، واذا كان على الرايت برايت كومن جوجولار فين، او يفتح على الثوراسيك داكت بين، على اذا كان على الليفت سايد. هو ماشي during its course on the lateral surface of the trachea receives، هياخد الافرنت بتاع مين؟ خد بالك بقى انا كاتبهم لك اهو، هياخد اللاترال ريتروفارينج والديب والميدل والكرينيال والميدل والديب اللي هو الديب سيرفايكال ليمف نودز والسوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود والكوستو سيرفايكال ليمف نودز. يبقى اذا اتكون من الافرنت بتاع اللاترال ريتروفارينجال ليمف نود، مش على اللاترال بتاع التراكيه، فتح في الكومن جوجولار فين رايت او ليفت بالاضافه الى الثوراسيك داكت على الليفت سايد، وديورنج اتس كورس ريسيفز ذا افرنت اوف الديب سيرفايكال ليمف سنتر كله، السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود والكوستو سيرفايكال ليمف نود. طب في حته بقى بسيطه كده اسمها رايت ليمفاتيك داكت، ساعات تبقى موجوده وساعات تبقى مش موجوده. كونت ازاي؟ اتكونت من انا الرايت تراكيال ترانك، تتحد مع الافرنت بتاع السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود وبتعمل شورت داكت، والشورت داكت هتطول حوالي يعني من نص سنتي ل 2 سنتي، والليمفاتيك داكت بتفتح برضو في الجوجلر فين، وبتاخد الافرنت بتاع مين؟ بتاع الكوستو سيرفايكال والكرينيال ميدياستاينال والكرينيال ستيل نال ليمف نودز. يبقى الرايت ليمفاتيك داكت لما نقول جت من اتحاد، نتيجه الاتحاد بتاع الرايت تراكيال ترانك مع الافرنت اوف سوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز، دي شورت يوصلت لها من نص ل 2 سم، بتفتح جوجلر فين وريسيف الافرنت بتاع مين؟ بتاع الكوستو سيرفايكال والكرينيال ميديا ستاينال والكرينيال استيرنال ليمف نودز. ده اللي هو ما يخصها اللي هي الايه؟ الفيزلز اللي في منطقه الهيد والنيو. طيب نيجي بقى نخش على الترانك اللي موجوده في الابدومن. احنا يعني خدنا الهيد والنيكو، ترانك واحد اسمه ايه؟ اسمه التراكيال ترانك. خد بالك احنا عندنا بقى، انا هجيبها لك هعكسها لك شويه، عندنا اول حاجه في الابدومن بلاقي في حاجه اسمها سيسترنا كايلا، هو المجمع بتاع مين؟ بتاع الليمف كله اللي في الابدومن.
هشرحها لك بعد كده. السيرنا كايلاي دي بيفتح فيها مين؟ اتنين ترانك بنسمي لامبر ترانك شمال ولامبر ترانك يمين، ويفتح فيها ترانك كبير اسمه فيسيرال ترانك. ده المجموعه دي كلها بتصب في السيرنا كايلاي. بس السيرنا كايلاي هتاخد من كل الفيسرا اللي في الابدون وتعدي من الدايفرام تعمل ثوراسيك داكت وتصب في الكرينيال فينا كاف. ده القصه بتاعتي. فاول حاجه هنتكلم عليها اللي هي لامبر ترانك. لامبر ترانك، اللامبر ترانك ده ايه؟ كان اتكون ازاي؟ لو انت فاكر الميديال ايلياك ليمف نود، قلنا الافرنت اوف ميديال ايلياك ليمف نود فور لامبر ترانك. يبقى هو اتكون من مين؟ من الافرنت بتاع الميديال ايلياك ليمف نود. باس فنترال تو ذا ابدوم، باسس فنترال تو ذا ابدومينال اورتا والكودال فينا كاف. كرانيالي ات اوبن انتو السيرنا كايلاي. يبقى هو اتعمل من الافرنت بتاع الميديال ايلياك ليمف نود ومشي فنترال للابدومينال اورتا والكودال فينا كافا، وفتح فين؟ في السيسترنا كايلاي. وهو ماشي ديورنج اتس كورس خد الافرنت بتاع اللاترال ايلياك ليمف نود، وخد معاه اللامبر اورتيك ليمف نود، وخد البروبر لامبر ليمف نود، وخد الرينال ليمف نود. يبقى وهو ماشي في سكته كده اللامبر وهو ماشي ات ريسيف اتس فور ريسيف الافرنت اوف لاترال ايلياك كودال ميزنتريك بروبر لامبر رينال لامبر اورتيك ليمف نود. يعني خد اللي هو الليمف نود بتاع اللامبر ترانك مع الكودال ميزنتريك ليمف نود. يبقى بنقول لك قول لي يا عم ايه اللامبر ترانك. يبقى احنا عرفنا اتكون من افرنت بتاع الميديال ايلي ومشي فنترال للابدومينال اورترا كودال فينا كاف وفتح في السيرنا كايلاي وريسيف الافرنت اوف الميديال ايلياك سوري اللاترال ايلياك والكودال ميزنتريك والبروبر لامبر والرينال واللامبر اورتيك ليف. مش عايزين اكتر من كده. اتنين واحد شمال واحد يمين وفتح في السيرنا كايلاي. نيجي بقى لمين؟ للفيسرال ترانك. انا هجيبها لك برضو. ادي الفيسرال ترانك ايه بقى فيسرال ترانك؟ خد بالك الفيسرال ترانك بيبقى كودال تو ذا ليفر ريليتد تو كرينيال ميزنتريك ارتر وفورمد باي السيلياك ترانك اند انتستاينال ترانك. يبقى الفيسرال اهو اتكون من اتنين ترانك سيلياك ترانك اند انتستاينال ترانك. طيب السيلياك ترانك از فورمد باي مين؟ الهيباتيك ترانك والجاستريك ترانك. لان لسه قايلين دلوقتي شارحين قلنا الجاستريك ترانك هو الافرنت بتاع مين؟ الاتريال ليمف نود. وقلنا الهيباتيك ترانك كان الافرنت اوف هيباتيك ليمف نود. فيبقى الهيباتيك مع الجاستريك ترانك هيعملوا ترانك بنسميه سيلياك ترانك. امال في الانتستاينال ترانك؟ الانتستاينال ترانك اهو فورمد باي مين؟ كوليك ترانك وجيوجنال ترانك. اما انا قايل لك الكوليك ترانك عباره عن الافرنت اوف كوليك ليمف نود والجيوجنال ترانك هو الافرنت بتاع الجيوجنال ليمف نود. يبقى ولذلك سميناه انتستاين لانه جاي كله من انتست. جيوجنال ترانك وكوليك ترانك الاثنين يتحدوا مع بعض يدوني انتستاين. انتستاين اللي يتحد مع السيلياك ويدي فيزر، والسيلياك فرعيه بياخد من اثنين هيباتيك ترانك وجاستريك ترانك. ده باختصار شديد الايه؟ اللارج ليمف فيزلز. عندنا بقى حاجه احنا قلنا السيسترنا. يعني ايه سيسترنا كايلاي؟ اهي اخر حاجه احنا لسه قايلين ان السيسترنا كايلاي عباره عن اهي ساك لايك استراكشر بريزنت دورسال تو ذا اورتا
and the ventral to the last thoracic and the first lumbar vertebra. يبقى هي ساك من 2 ل 4 سم في الديامتر، موجوده دورسال للاورطه وفنترال للاست ثوراسيك والفيرست لامبر فيرتبري. كودالي ريسيف تو لامبر ترانكس الرايت والليفت اند فيسرال ترانك، وشرحنا لك احنا قبل كده على الفيسرال ترانك خد منين ومنين ومنين. يبقى اذا السن القرنيه لمت من الابدومين كله، من الفيسرال الموجوده في الابدومين كله. Extended back cranial through the opening of the diaphragm, aortic hiatus, أو passes through the aortic hiatus, continuous dorsal للثوراسيك أورطة، ساعة ما تعدي من الديافرام بقت اسمها ثوراسيك دكت، ثوراسيك دكت. يبقى يعني بنقول يعني إيه ثوراسيك دكت؟ يعني continuation of the cisternal cavity when passes through the diaphragm. اتفرعت فرعين، يبقى هي خرج من السيسترنا كايلاي، او هي عباره عن اكستنشن بتاع السيسترنا كايلاي ثرو ذا اورتيك اوبننج اوف ذا ديافرام، او اورتيك هيتس اوف ذا ديافرام. ديفايد انت تو برانش، باسز اون ذا دورسال سيرفيس اوف ذا ثوراسيك اورت، مشيت على الثوراسيك اورت. ات ذا فيفث ثوراسيك فيرتبرا، ذا تو برانشز fused with each other، لحموا تاني. وبعدين باسس كرينيو فنترال from right to left forming S shape flexion crossing esophagus trachea and open into the cranial vena cava. يعني نقول تاني، يبقى طلعت من السيسترنا كايلاي، عدت من الاوبننج بتاع الدفرام الاورتيك هيتس، اتفرعت فرعين عند الفيفس ثوراسيك فيرتبرا فيوزد، تو برانشز فيوزد، بعدين باسس كرينيو فنترالي فروم رايت تو ليفت، عدت من الرايت للليفت فورمينج اس شيب فليكشر، عملت اس شيب فليكشر كروسنج الاوزوفيكس اند تراكيا اند اوبن انتو كرينيال فينا كاف. طيب وهي ماشيه خدت مين بقى في سكتها؟ ريسيف مين؟ ما هي ماشية على الأورطة. طيب. يبقى هي فتحت في كرينيال فينا كافا 2 سم كرينيال دوزا فيرست ريف أور ليفت كومن جوجرال فين، وممكن أو تفتح في الكومن جوجرال فين. وهي ماشية تاخد مين؟ هتاخد الإنتر كوستر والثوراسيك اورتيك لينفينود، وتاخد الميديا ستاينال لينفينود. يبقى الثوراسيك داكت وهي في الثوراكس ريسيف ذا افرنت اوف اللينفينود اوف دورسال ثوراسيك لينفو سنتر، اللي كان فيه الانتركوستال لينفينود وكان فيه ثوراسيك اورتيك لينفينود، وتاخد الميديا ستاينال لينفينود الكودال والكرينيال والميدل هيصبوا فيها برضو، وتفتح في الكرينيال فينا كافا او الليفت كومان جيوجلر فين. لما بتيجي ساعه الاوبننج بتعمل حاجه منتفخه، جزء منتفخ، بنسميه الامبولا اوف ذا ثوراسيك داكت، عشان الضغط بتاع الليمفاتيك والضغط بتاع البلاد في الكرينيال فينا كافا، فبتعمل امبولا اوف ذا ثوراسيك داكت، وبتبقى يعني حوالي 2 سم كده في الضيق. وكده يبقى خلصنا الحاجات المهمه في الليمفاتيك سيستم، ونشوف وشكوا على خير. نيجي للسبليه، اخر الجزء ده اخر ناخدها زي بعض، ممكن هنسيبها للمشرحه. فالسبلين it is the most important immune organ and it is the body largest filter of the blood. هو بيعمل فلتر البلد. نيجي الحاجات اللي احنا يعني المهمه بالنسبه لنا، اللي هي السبلين اوف اوكس والسبلين اوف شيب.
هاخد بس فكرة سريعة أنا وهنشوفها في العمل إن شاء الله. هي الأول هي زي ما شايف كده اهي في الرسمة اللي هي elongated elliptical، الشيب بتاعها elongated elliptical، الإند بتبقوا rounded similar شكل بعض، والأفريج ويت بيبقى 900 جرام في الأوكس. الدورسال دي بقى يهمنا دورسال اكستريميتي، الجزء اللي فوق ده بيبقى اوبوزيت للسكند تو التو لاست ريب، يبقى اللاست تو ريبس هيبقوا ريليتد بالدورسال اكستريميتي. الفنترال اكستريميتي هتبقى اوبوزيت التاسع ريبس. البارايتال سيرفيس ريليتد تو ذا ديافرام، والفيسرال سيرفيس ريليتد تو ليفت سيرفيس اوف ذا روم. الهايلاس بتاع السبلين بريزنت ان ذا بروكسيمال ثيرد اوف ذا فيسرال سيرفيس، يبقى هي الشكل بتاعها الليبتيكال شيب الونجيتد الليبتيكال، ليها تو اكستريمتي دورسال اكستريمتي وفنترال اكستريمتي بيبقوا راوند، والاكستريمتي اللي فوق دي اللاست تو ريبس ريليتد ليهم، والفنترال ريليتد لو لي الناينس ريبس، والبرايتال سيرفيس ريليتد بي زي احنا ما قلنا في الكلام اللي هو ريليتد للدافرام، انما الفيسرال سيرفيس هيبقى ريليتد بي الروم. دي نظره سريعه على السبلين بتاع مين؟ بتاع الاوكس والشي، وفي توضيح ورسم موضح قوي في الاوكس، وادي الشيب. عندنا بقى اخر جزء اللي هو ثايموس، والثايموس اصلا بيبقى موجود في السمول انيمالز في اعمار مختلفه، ولما يحصل الماتيوريتي بيديسابير. عندنا الثايموس consisted of cervical part و thoracic part، طبعا ده يلوش اورجر ان كلر وكمبوز اوف لارج لبيول، وهنتكلم على هو ليه جزئين سيرفايكال بارت وثراسيك بارت. السيرفايكال بارت بوزيشن بتاعه بيبقى فينترولاترال اسبيكت اوف ذا تراكيا ان ذا كودال ثيرد اوف ذا نيك ديفايدد انتو رايت لوب اند ليفت لوب، ذا كرينيال in the cranial half of the neck become dorso lateral. الثراسك بارت دول بيبقوا الاثنين اللي هو الرايت والليفت لوب اللي موجودين في الكودال بارت بتاع النك فيوزد في الثوركس in the precardiac mediastinum in the left side extended caudally to the heart and the lung. الساينس از يلوش تو بينك ان كلر انكريز ان ويت تيل 8 ويكس، يعني هو بيكبر يكبر لغايه 8 اسابيع، وبعدين يبدا ينزل الماكسيمم بتاعه في الرابع الى السادس ويك بيبقى بصاري 400 الى 600 جرام، ويحصل له انفليوشن begin in cervical region و completed in 6 year old incubator، يعني في عمر 6 سنين مفيش حاجه اسمها سايموس في الحيوانات، تحصل لها انفليوشن وديجنريشن وتختفي. في الشيب في عمر سنتين بتختفي، يبقى في الشيب والجود بتختفي في سنتين، وفي القاف 6 سنين بيكون ما بنقوش اثر الثايمس، ولكن احنا بنعتبرها جزء من الليمفاتيك سيستم. يبقى سيرفايكال بارت رايت وليفت لوب فنترولاترال التراكيه، والثراسك بارت بيبقى على الليفت سايد وبيمتد من الثراسك انلت تو ذا هارت اند لانج، وبيحصل له انكريز ان سايز يزيد لغايه نوصل 600 جرام، بعدين يحصل له انفليوشن في ما يحصل في عمر 6 سنين في الكاو بيختفي نهائيا، وفي عمر سنتين بيختفي في الشيب نهائي. دي رسمه برضو حيه اهي، ثراسيك لوب سيرفايكال لوب
انترميديت لوب ده صغير يعني مش واضح قوي، برضو نفس الكلام الصورة واضحة. نيجي بقى هنا الحاجة المهمة آخر الكلام فيه، فين السوبرفيشال ايه ليمف نودز اللي موجودة في الجسم؟ ده ايه الليمف نود الكبيرة اللي موجودة في الجسم؟ الليمف نود لو احنا مشينا بقى مع بعض واحدة واحدة كده، انت خدت اول ما خدنا المانديبولر، ده خد بالك بقى السوبرفيشال مانديبولر ليمف نود كانت سوبرفيشال واعرف امسكها، وكانت الباروتيد ليمف نود كان بيبر بيزن الليفنج انمي، وكان في اللاترال ريترو فارينجيال ليمف نود ده في منطقه الهيد، يبقى ثلاث حاجات في الهيد مانديبولر باروتيد ولاترال ريترو فارينجيال ليمف نود. نخش بقى في منطقه النيك، عندك بقى السوبرفيشال سيرفايكل ده الكبيره في المنطقه دي اللي هو دي السوبرفيشال سيرفايكل ليمف نود اللي احنا قلنا سوبرفيشال و10 سم في الطول موجود قدام السكابولا زي ما كنا بنسميها بري سكابولا، وكانت متغطيه بطبقتين رهين بريكوسفيرك والاومو ترانزفيرسس، وهي والاكسسوار سوبرفيشال سيرفايكل ليمف نود، يبقى فيها دي اثنين وثلاثه ادي خمسه سوبرفيشال. خش على الثراسك ليمب مش هنلاقي حاجه. نمشي بقى ورا 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 كده في الهاين، لقينا الصاب ايليك ليمف نود او بري فيمورال ليمف نود. انا قلت لك ان السوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود تاخد من الربع الامامي، والصاب ايليك او البري فيمورال تاخد من الربع اللي ورا، ودول الاثنين دول المركزين عليهم الشغل الاطباء يعني بيطري. فخدنا الصاب ايليك ليمف نود، طبعا الباقي اللي جوه ده انا مش هقدر اشوف في الابد من جوه. بعد الصاب ايليك نخش كده على الميديا اللي هي التيوبرا الليمف نود اللي موجوده على التيوبرا سكايد سوبرفيش، وناخد الليمف نود بره لمبر فوسا دي ساب كوتينيوس، سهله جدا ايه نعمل لهم بالبيشنج في ليفنج انيمال، وسهل جدا السوبرفيشال انجوين الليمف نود اللي احنا قلنا اسمها سكروتال في الميل والماماري ليمف نود في الفيميل، كان بيبر بيتو كان بيكزام في الليفنج ان تقدر تمسك الليمف نود تقول اهي. يبقى احنا دينا التيوبرال سب ايليك سوبرفيشال انجوينال ليمف نود اوبارا لامبر فوسا اديك، ودول مع المجموعه بتاع السوبرفيشال الثلاثه بتوع النك سوري الثلاثه بتوع الهيد واثنين في النك ادي خمسه، وادي هنا السكروتال او الماماري وادي التيوبرال والبارالامبر فوسا والصب ايليك ادي تسعه، دول الليمف نود اللي هو كان بي بالبيتد ان ذا ليفنج ان. وكده يبقى احنا لخصنا الليمفاتيك سيستم كله، وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.